السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بكم. وعليكم السلام. أذبح حيوانة جيب الذبيحة واقتلها. لا قبل كل شيء بسم الله. اسمع قبل كل شيء مبروك هلال الدوري. ايوه خلاص اخر الدوري خلاص. وفين راح النصر؟ فين راح النصر؟ النصر راح مصر. والله مستحقين النصر ترى. طيب اليوم تحدينا غير اليوم. ايوه اليوم حنلعب الفيفا. انا الهلال انا وعباس الهلال وعبد السلام وعبد الرزاق ريال مدريد. المتفاهمين دائما متفاهمين اللي بيجين عقولهم فارغه فكر كروي. نشوف نشوف نشوف. وهنا جنبي فكر كروي ندي 20% بس ما عليك انا هجومي هو دفاعي يعني ان شاء الله. ابوي يسلك نفسه. خلي انا ما بوصل عليه وسبسب فيه ولا تسمع المقطع كله طوط طوط ويسب. لا لا ان شاء الله باذن الله. ابوي يحب القطار والباطي طوط. والله في نده دحين طوط واحده اسويها. يلا يا متابعين يلا فجروا في اللايكات. ايه وانتظرونا كل يوم ثلاثاء على الطيبين الساعه 8 وكل يوم ربوع الساعه 8 الجيم. بتبغى جيم خامس كمان يعني قصدي جيم ثالث يعني على الحلقه يوم الخميس تكون اكتب تحت التعليقات تمام فجر حركات حط لايك الله يسعدك يا ولدي يلا ايش يقول تبدا خش على الجيم يا حبيبي يلا 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 عبد الله رياضياتي مشاهدين يلا عبد الرزاق كان بنفس الجهه يلا برفلنا لسان الاصفر نتمنى بأن نشاهد مباراة مثيرة كبيرة مليئة بالمتعة والإثارة. فريق الهلال السعودي يواجه فريق ريال مدريد. رزاق عدى احنا متفاهمين ونعرف بعض. كرة القدم والله تحس الريق وماشي الإعدادات تضبطها؟ ايش مو هذا يا ابوي؟ مترفشت يلا شوت الله الله طلع ايش قريب انا فاضي والله خايف راح ينقطها مني لا قوه لا ربي التماس ارجع ورا خذ مترفشت ارجع ورا فين مترفشت زيد بسرعه له خليك معزف التور هذا فينه الله يلا ركنيه اعطي اعطي الحارس انا بقول لك ارجع ورا قوية قوية مين قوية تركز انت بس حدينا هنا وانا صاحبها ما عليك ترى معك سريع جدا فينيسيوس ها توني كروس شوفهم هل من ده انا ولا ناحية بيلينغهام هيروح هيروح من البلاي شين والله بطل عبد الرزاق والله بدنا والله بدنا كرة كانت قريبة من الدخول مبلغ. لكن مرة والله حنبلطه كمان بشكل غريب جدا في اللقطة مرخبة شباب راسه ما يقصر سعود عبد الحميد ميشيل شوف سالم سالم أبسايد برنتي 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 كيف برنتي من مشوه أنا ما أعرف ترى شو فيه ركلة جزاء الرولز إيه كورتوا 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 لفيتها لفيتها والترنطول كرة تعود إلى ريال مدريد روح 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 كمل كمل مليوة حلوة البينية فاهم بقى فاضل يا اخي شو كذا ده والله والله الحكم بصدفتكم ايوه الحكام اشتغلوا بهم ايوه ليش ليش عندهم ايوه الله انا انسان انت كتاك بوجه الى رينا اللودي كتكات جلاكسي والله والله سريع اللاعب ده اكيد اليوم في تركيز هناك عبد الرزاق ايوه اوه تسريع والجماهير اكيد عندهم ايوه يلا بالنار بالنار بريجو بالنار انا بدي اقول نصر هو ايوه بس هذا القوي انه برفع حتى يجيبوا هدف تريكس كيجيبه ومريسكا وتريكس وكريسكا كلتش كمان دائما كذا يفرح بالاخير حين شوف يا الرياض اذا اول اهداف في الاخير في الاخير الرياض هنا الهلال النتيجه 1-0 الان راح هناك بدر قطعه ايطاليه عرضيه في المنطقه كره بتبعد المنطقه والله صدق انا دور خلاص تمام روح سريع سريع اللي عندك روح هداس كلهم سريعين شوت يتقدم فيها لا 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 يا ابوي والله قلت حرام شوت زين زين يبغى مزاجه يلعب يبغى منا ونشوت طب ما رجع شوت عشان من خلينا شوت تقدم هجوم تقول انت كنا ونتوها التفكير في الخطوه المقبله انت رجع الدفاع اضرب عليك دخل برجله الله يكسر رجله فرصة مشاهدينا باعلان وجود حالة تسلل كم ممكن لعب الكرة بتوقيت افضل ها جل اللعب قصير مرة قصير مية عنده والله مرخب مو مرخب هذا البرتغالي هذا روح هناك كيف عندك علي البليهي انا انا اللي ارضي ارض الجو والسماء هو يحب الفلسفة يحب الفلسفة تدخل مثالي داخل ال 18 ايوه اه يا ورا خطيه جول
والتسديد بالقوة حالة انفراد بحاجة لاستخدام المهارة للقوة بالتأكيد. اقطعوا له اياها خليكم روبن نيفيز. والله ريال مدريد قوي. الله يمتحنك يا معن حشمة. ايش من حشمة اليوم؟ مطعم العزيز بوك. ايوه طيرة طيرة ابوي. مرحبا شباب. مساكين كل ما يقدم يرجعوا. قدم يا زفت يا ميشيل. شوفون معك ورا. والله ماكم سرية مالكم. شوت شوت. ما في كورتوا هنا. كورتوا كورتوا. كورتوا هذا كورتوا. ليه كذا انا ولا يا شيخ؟ والله اقلع ابو البي سي هذا معك. صاير بس علق والله يا مرتدة. كل شيء معاه. بيلعب لبينية جميلة. يلا والله دفاع فله استحاله عليه الفرصه. يا شيخ اللي بالي ايش ما تشغل بالي. لياقه هجوميه ممتازه. هناك العديد من دول سيلك واك واك صار تفضل والرايه تفضل ايوه لا ابو الحارس الفدا الحمد لله والله كرم ما اقدر الا الا ناوي لي ابوي ناوي بعد يلا روح الله يعطيك العافيه يلا هي قديله سكس 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 يلا شوف والله حارس ايوه ايوه والله هكذا تكون حراسة المرمى. عمل ناجح لاستعادة اللقطة. والله ما يقدروا لك. توغل هو. الله والله. دار. رفعت الزفت يا اخ مرخبة شباب. روح عبد الرزاق والله سريعين. مركب دار هنا. ايش السرعة دي؟ انصاف. يا مدريد على الاطراف بشكل ممتاز. ليه بونو؟ والله حرام اقسم بالله قهر. احتراف ناجح لهذه التمريره. ميشيل. دف دف. يلا ابو يا مون. هيا الحقني. الحقني لو في خير الحق. لا 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 الهلال الهلال 40 جمله 50 جمله اسمع نلعب ذول اللعب جمله والله اسمع خلي بكيم يلا نكمل كذا يلا نكمل كل اهداروها ابو عادتنا ابوي لا احنا نفهم ليش ابني عبد الرزاق عباس عبد الرزاق عباس جدا جيبو بيتشا ايوه يلا ابوي والله يا ابويا سعود عبد الحميد روح يا سعود لا ابوي يشبك والله ضربت الزفت هذا ما حلو يلا ما في احد يا حشمت ركز يا حشمت كورتوا شكرا 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 يلا شكرا شكرا بون بون ويستعيدها من جديد واو كيف العيد ايوه دقيقه واحده فقط قصير قسم زي الزفت في مباراه اليوم الان مع بيلينغهام ترزا عدت على بول شوف سالم في ضربه في ضربه جاء ابوي دخل نيمار والله نيمار لا تحطه شيخ نيمار ابوي قصير هذا بطيء بنت المشي يلا طلع المشي خلاص يلا خلي ابوي مالكم في اليمين ما ادري احس هذول مقوين زياده عن اللزوم صح لا تمام تمام والله غشش والله غشش عنه من الشارع عفريت اسميه لا هو كابوس الاتحاد بس شوط الثاني في واحد مصاب من عند الريال علامه عليه هذا دوبنا موت فيه ما الكرة تأخذ الحين. حلو يلا بوي. هب الانطلاقة. كأنه كورفت. بيتروفيتش. شو هرسل يسلم؟ سلم يا دوسري. مرخبا شباب يحطه بالله. يلا. تشاوميني. روح. شوف نفسك. بيلينغهام الله على دقة تأخر بالطبع شايب بشويش شايب شايب هذا شايبه بنظرة أيوة. بشيخ لعب تتأكد بأن هذه المباراة والله والله هاي بشوك دائرة والله ربعت محاولة هنا محاولة هناك شول الله يا رجال شول الله يا بلوم مليك يبوني لا تلعب والله اقسم بالله لعبت الكوليبالي راح الدهبه انا اخر حقت الفرصه ضاعت ربي عوضها انا جد
ابيض ام من داير لنا وهذه هي اعاده الهدف والله كنت بضيعها والله بضيعها ذي ودائما ما يرحموني والله من جد احنا نطقطق يلا اخذ عمار بعشرة انت حمار مو عباس مو داري انه هو اصفر من اللون الاب كم قال ايش مو يلا تتحرك يلا ما ترفيش محاوله هجوميه كسروا كسروا طيب سالم الدوسري سالم الدوسري سالم الدوسري سالم الدوسري ها هم بترفش معاك طيب الله جود 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 الله 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 اقسم بالله ابوك يا معفن شحنا كذا نسوي مرخم يا شباب والله تعبوا برتاح اصابعي ما تعبت والله هذا مدرس في مدارس عيونك خالص سكر مكيف يدي ما اقدر احركها عشان برد احنا هنا صنكنا يقول شاف ريحتك والله خالي شوف شوف ريحته زي الطرشه يا الله على الفن شوف ابوي كذا التكشاش كذا اللعب قال له كذا مرخم الله على المهاره على الروعه على الجرأة ابوي اللعب والله المفروض 3-1 انا خلاص مرة اخرى على تاخر الملكي ريال مدريد في النتيجة انتبه لا دفاع انت ترى شوربة تحت تحت شوربة يلا والله شوت شوت لا 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 هو نيمار انت مو راضي شوف لك بك الله يا نيمار مو راضي شوف نيمار السابع على هذه الكره بدون مشاكل خش عليه خش عليه ابوي انت خش انا كان فاضي قدام ماسك ده انا ماسك ده مع فينيسيوس لا الحمد لله لا برضه معوضين معوضين ان شاء الله كيف كذا اي ابو قدام في لخبطه درزقت صاهره ما ادري ايش الارجاء الله والله حرام عليك من قدام مصيبه حلو 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 كما كانجا مدري بيجا حلو يلا شوت شوت ايوه بسرعه والله ما ادري فين علق علق والله علق اه ظلم 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 والله علق طق 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 علق والله شيء كلنا نحتاج بناه علق ايوه سبحان الله والله البليه راح لهنا يا شيخ شوف كيف قاعد علق ليه ما علق عندنا ايه ليه ما علقنا اللي بالي صار فرق من فرق لا جرب ضرب عندنا توديني اسر خلاص خلص ولا اي فرصه تصدي طلع معلش حلو سالم الدوسري سالم الدوسري الحشا سالم الدوسري ايش يسوي سالم الدوسري رجع هناك ايوه رجع رجع واخر اللعب الحين اشبك لكم الهدف الرابع نوريكم من الضغط تعالوا ابوي بسرعه لمين يا رب استغلط يا رب مين هذا ليه ابوي كان قدمت لي راجع انا بديها لك ايش تفهمني انا متى العب كره طويله حلو 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 ايوه يجب تسريع الهجوم المرتد فين ابوي الا حلوه الكره البينيه شوت والله فتان والله ما بدي ترزاق والله انا واحد كذا خش بالحنش مباراه غير عاديه لا مستحق اليوم والله فن كذا بلاش والله ما كذا اسحب اعطيهم نار والله كلهم كلهم راحوا هناك كلهم راحوا هناك تلعب الجمهور راح امام الخصم اللي حط الكره بكسوه ايش بقلب كذا واحد ثاني الكره بتضيع من جانب الهلال لا 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 قصدي قدامنا شوت شوت عبد الرزاق يا شيخ ما شاء الله والله شوت رجله قويه ده على 10 المباراه تدخل في اخر ثلث ساعه بسرعة نيمار 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 شخ جيب أمه كان أرضي أيوة ضيع الوقت طيب أسمع 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 لا لا ولا يلا كرة مرتدة فيها خطورة وصلت لفينيسيوس ولا رودريجو
ايش صار؟ تسلل كيف؟ سايد والله ما رجع مع انه قدم ابوي انا معاه يا ابوي الضار ابوي يغلط على بعض الله يكافي الظهير ده خل بتضيع من جانب فريق الهلال حق شوت شوت سرعة معاك الكورة صاروخ مرة سريع ترى بدأ يخبط رينا اللوتي تمريرة إلى نيمار ما يمشي لك ما ينقع مشروع هجمة ممكن كرة مرتدة في هذا التوقيت هناك عند رزاق كفك يا وسط وصلت لفينيسيوس شوووو لترزاق عاد 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 ما نمر في توازننا رايح جمر رايح جمر رجع الدفاع كله رجع الان بدا العد العكسي تتكلم عن 9 دقائق فقط على الصافره من يدعي سبو اول يا ولد كيف والله عندك الكوره كيف راحت الله الدفاع ابوي الله لا 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 فيها انطلق فيها راح لا بد ان يتصدى شوت لا شوف كيف يجرب جرب الله يجرب في هذا التوقيت يلا متروفيتش بالله هذا الله يكرمك يلا ترد وجهك يا حبيبي والله الخط الخط والله الخط والله شوف عارف اسمع بيقول لك الهدف خمسة ثلاثة مهرجان كمان كمان تيبو لسه هيجي علينا يا مهنجري استعادة للكرة في الثلث الأمامي يلا يلا ترزق نبهر كمان جواعر يجي علينا يجي علينا حكم المباراة تعلن عن دقيقتين كوقت بدل ضايع يلا يوراه روح ناوي ايوه معك واحد والله كنا ولدك بطح بطح هنا ودي اقول لك وجهي بطح اوبا يا ولد النهار كسرهم ايوه يلا روح ليه يا حكم الشاش ليه يا حكم ليه حكم الشاش مين اللي جبت لهم والله والله انا مستدس ريال مدريد والله فوز مستحق بالله الهية شوفوا شوفوا شلون قاعد تطلعوا ريال مدريد انتم لانكم فريق النصر انا مستعد اتحدى الاثنين دول الحالي صقعوا بكره الاثنين دول انتوا ايش رايكم الجيم اللي جاي تمام 3-0 برضو بريال مدريد ضد خالي بالهلال ها ايش رايكم 3-2 انتوا باكم انا كيف عباس شجعنا بس اقعد والله كنت اول ما ابي اسمع مباراه الانتقام اسمها خالد درس عبد الرزاق عند ذيك اللي عارفه بالكور هذيك ابو شكيره ايه مساكين ايه لا لا هو جاهز الصفر عشان ان شاء الله جاكم مقتنعين المتابعين لا تنسوا ان كل يوم ثلاثاء الساعه 8 عاد الطيبين وكل يوم ربوع الساعه 8 على الجيم لا تنسوا المتابعين حطوا هذا الفيديو لايك ونشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقات الجايه باي